صباح الخير متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، واهلا ومرحبا بكم في بث مباشر جديد من خدمات تلفزيون اليوم السابع. صباح الجمال، صباح الخضره، صباح الجو الجميل والاراضي الزراعيه من لؤلؤه الصعيد من محافظه بني سويف. السابعه صباحا نرصد لكم حاله الطقس وحالة الأحوال الجوية اللي بتشهدها محافظة بني سويف اليوم الأحد. أجواء باردة وسحب قليلة، هذا هو حالة الطقس هنا في محافظة بني سويف. شهدت محافظة بني سويف ليلة أمس والساعات الأولى من صباح اليوم استمرار لحالة انخفاض في درجات الحرارة والشعور بالبرد الشديد والمستمرة ليها فترة وعدة أيام. الفترة طوال كما ذكرت لحضراتكم من فترة المساء وفي الساعات الأولى من صباح اليوم حالة من انخفاض في درجات الحرارة والشعور بالبرد. أمس وقبل مساء أمس وقبل غروب الشمس كان في سحب كثيفة متواجدة في السماء، إلا أن الأمطار لم تسقط أمطار أمس على محافظة بني سويف. اليوم ومع الصباح الباكر كما تتابعون هو في سحب ولكن قليلة للغاية على محافظة بني سويف. الأجواء كما ذكرت لحضراتكم هي أجواء باردة بتشهدها محافظة بني سويف مع اختفاء تام للشبورة المائية. احنا بنترككم متابعينا متابعي اليوم السابع للاستمتاع باجواء الاراضي الزراعيه الجميله من هنا من لؤلؤه الصعيد من محافظه بني سويف. السابعه صباحا واستقرار لحاله الجو مع الشعور بالبرد وانخفاض في درجات الحراره. حابب اوضح لحضراتكم متابعينا متابعي تلفزيون اليوم السابع وانوه على حضراتكم من خلال البث المباشر ان اليوم الاحد ستنطلق ايضا الحمله القوميه للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال. الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سيقوم اليوم في العاشره صباحا باطلاق الحمله اللي هتنطلق في محافظه بني سويف وعلى مستوى محافظات الجمهوريه اليوم يوم الأحد. احنا بنترككم متابعينا متابعي اليوم السابع مع هذا المنظر الجميل للأراضي الزراعية في الصباح الباكر من هنا من محافظة بني سويف. طبعا حضراتكم شايفين ان في سحب متواجدة في سماء محافظة بني سويف الا انها قليلة وليست بالكمية الكبيرة. أنوه عليكم متابعينا متابعي اليوم السابع في كل مكان من هنا من لؤلؤة الصعيد من محافظة بني سويف، متواجد معاكم لرصد حالة الطقس وحالة الأحوال الجوية اللي بتشهدها محافظة بني سويف وخاصة مع بيان هيئة الأرصاد الجوية بحالة عدم الاستقرار اللي بتشهدها بعض محافظات الجمهورية اليوم الأحد، إلا أنه هنا في محافظة بني سويف هناك استقرار للأحوال الجوية وحالة من
اعتدال في درجة الحرارة مع الشعور بانخفاض طفيف في درجة الحرارة والشعور بالبرد اللي شهدتها محافظة بني سويف مساء أمس وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، إلا أن الأجواء هنا الآن الأجواء حتى الآن الأجواء مستقرة وهناك اختفاء للشبورة المائية. متابعينا متابعي اليوم السابع في كل مكان، من هنا من محافظة بني سويف كنت أنا معكم هاني فتحي مراسل اليوم السابع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.